الرحمة هي أن يبتليك الله في من تعلق به قلبك، ثم يكشف الله لك نيته الحقيقية، يزيح عنك غبار التعلق بألم رحيم، لتدرك متأخرا أن الله لم يكسر لك خاطرا، وإنما انتشى لك من جوف المخاطر. قلت لك مرة وهقول لك تاني وتالت ومليون، ما تحزنش ولا تنطفي ولا تزعل نفسي. انت عارف ليه ربنا بيبعد عنك ناس ممكن تشوفهم مهمين قوي في حياتك؟ علشان ربنا بيسمع الكلام بتاعهم المؤذي اللي انت ما بتسمعه، وبيطلع على قلوبهم السودة اللي انت ما بتطلعش عليها، وبيشوفهم بيتصرفوا ازاي من وراك، وبيخططوا ازاي انهم يأذوك. فلما ربنا يبعد عنك حد، اوعى تحزن ولا تنطفي، وما تحاولش ترجعه بالعافيه مهما كان هو مين، ودايما كده خليك واثق في اختيار ربنا ليك، ولا انت هتعرف الخير اكتر منه. فالخلاصه هنا واللي انا عايز اقوله لك، الابواب اللي اتقفلت ما كانتش ليك، اشخاص اللي ربنا بعدهم عنك كل